جايز اليوم فيديو كول انا مع البابت اللي عندي. قبل ما نبدا لازم لايك وكومنت اشتركوا بقناتي ويلا نبلش. طبعا اول بابت هاي بابت المربع، هاي اول بابت اشتريتها بحياتي. كثير حلوة. وعندي كمان هاي البابت دائرة كثير حلوة. وعندي كمان هاي البابات خطبوط على لون احمر، بس عندي واحد زيه هيو بس اصفر كثير حلوات. وعندي كمان بابت صغير كثير حلو، اسمع الصوت كثير حلوة. كمان عندي بابة البطاطا كثير حلوة، هاي شكل أقوى صوت بابة عندي. عندي كمان واحد يونيكورن، طلع ما أحلى قرنه، أحلى إشي فيها بيجي هيك لونه ده كثير حلو. وعندي كمان بابة يونيكورن ثاني بس بيجي غير لون قرنه أخضر كثير حلو. عندي كمان هاي البابات سنتاي كثير حلوة. عندي زيها هاي بس الاشي صحيح لونه عندي فتح عندي كمان اكبر بوبات هيا فراشة تتغير بالشمس تصل انها الدنيا مساء ما بقدر في الشمس كثير حلوة. عندي بوبة زيها فراشة كبيرة حتى عندي كمان هاي البوبات صغيرة صوت مربع هيك زي قلب كثير حلوة. عندي كمان أمقاص بس بس تنام من ذاته بس تنزع معظمها هيك وهيك هسه انزل بكسة عندي كثير حلوة. عندي كمان سيارة بوبات الله عجل كمان كتن جالها بتجعن عندي بسرعة لأنهم صغار كثير كيوت. كمان هاي البابات بابت نجمة كثير حلوة. وعندي كمان هاي البابات صغيرة كمان. وعندي كمان سيمبل تيمبل على شكل إجر هيها سيمبل تيمبل كثير حلوة. واو عندي كمان سيمبل تيمبل أوضل في واحد بجيبه وبرجع لكم أوكي. هيني جبت هالسيمبل تيمبل نفس هاي
بس تيجي الوان غير. اوه هاي البابات، هذا البابات ما فرجيتكم اياه، شايفين ما احلى، كثير حلو كثير حلو كثير. هذا احلى بابات عندي، كثير حلو بدي اكل. وبس هيك فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا. اذا حبيتوا لا تنسوا لايك وكمان تشتركوا قناتي. بحبكم، باي.